السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس؟ المهم قبل ما نبدا معكم فيديو ديالي، بغيت نقول لكم الله يجازيكم بالخير. دخلوا عند قناه هالة ايمي شانيل. الصراحه البنات هي كتستاهل. ملي كنتفرج فيها كنشوف راسي، كنشوف المعاناه ديالي، كنشوف راسي حتى انا كنت ساكنه في عشه وكنت معذبه، وكانت الريحه حشاكم ديال الزبال وديال الخنز. بغيتكم باش انكم تدخلوا عندها حتى هي القناه. هذيك القناه تقدر ولو تعاون غير باش تلقى شي دهك وشي دار تخلص لك ديالها، اولا راكم عارفين البنات اللي عزيزه عليه دنيا وبصح كيبغي يدخل عندها يتابوني عندها. الله يجازيكم. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اسمحوا لي رفيقه من الناس غتقولوا دنيا ما انا بحال هكدا. المهم انا راه كنبان على طبيعتي، سواء نكون مزوقه سواء ما نكونش مزوقه، كنبان على طبيعتي. بغيت نقول لكم السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وما كتشوفوا الفيديو ان شاء الله. المهم البنات، جيت عند ديك المتبعه مسكينه اللي كنت جيت عند داك النهار نفوش شويه صراحه، غير كنقنط كتقول لي دوزي اجي عندي للدار. لقاتني مريضه قالت لي عندي للدار هكا دوزي برك شويه. والبنات الصراحه هي جيت نشوف عندها واحد التويبات زوينين، غير برك بحال هكا كانت حتى هضره كتجبد هضره، وانا نشوف واحد التويبات عندها معها هي كتخيط. البنات كدير الراندا، كدير المرمر، راكم عارفين ديك المرمر كيفاش كتجي واعره بزاف في الجلالب. وصافي هذا ما كان وبقى انا كنتحتو واحد الثوب. البنات عجبني، راه نوري ليكم حمقني واحد الثوب. عرفتي قالت لك واحد اللي كاين، قالت لك مشيت ناخذو، قالت لك هو اللي بقى، قالت لك واحد السيده شافت عينيها الاخرى خرجت زوين. انا شفتو سبحان الله عجبني، شوفو يجي جلابه واعر في هذا الصيف. والمشكله الثوب خفيفين، ها انتم شحال باش خديتي هذا؟ بحال هذا شحال باش خديتي هذاك؟ خديتو 60 درهم، 12 ميدريال. البنات كطيح على الهوا جات في عزيز. ها انا المناسبات كاع واش تديري في المناسبات؟ جي جي هكا دابا فعاود ما تلبسي تكشيطه في هذا الصاد في العراسات خفيف. ديري جليلي بيا تاع الحضور وتلبسيها. هذاك 1200؟ 1200 هذاك بلاص 1200. انتوما دابا غتصايب لنا جلابه نيت هي، وهذا بحال شكل جوهره هو. زوين زوين بارد ورطاب. هذا راه باغا تصايب به جلاب، تصايب به جلابه. جلابه جلابه بدو بياس، دو بياس. هانتوما هذا التحتاني، ياك هذا التحتاني نوري لكم بوحدو بلاتي، وهذا الفوقاني. هانتوما راه مشبك، ولكن ما تخافوش انا غتصايب لكم ان شاء الله التحتاني على شد الفوقاني. هانتوما زويون. هذا بشحال خديتي؟ كل واحد خديتي بوحدو؟ لا بجوج، وما هذا بجوج درهم، 100 درهم بجوج. بجوج لا، ولكن البطراز زوين شوفوا بحال جوهره. هانتوما كنت غنمشي مع الباش، ولكن خرج واحد الامر ماشي مشكل ان شاء الله نعوضوها. كنا غنمشيو لاربعه ونمشيو انا كتبش الله. هانتوما شوفوا كيبان بحال جوهره. هانتوما شفتوا فيه هذا المشكل باردين زوين. هانتوما البنات هذا المهم ده دير هذا. هانتوما باقي القميصه راه دفعتهم تيخرجوا ان شاء الله ونوريهم ان شاء الله. بالكروشي دفعتي متخيطو كلشي مني غادي يجيو. فصلتهم البارح، فصلتهم البارح حيت البنات غيبغيو يشوفو. هانتوما شتو البنات هذا هو اللي غيدار لتحت وغادي يدار فوقو هذا. فهمتو؟ وقالتلك هاد الثوب بجوج بمية درهم، هادو بمية درهم مع بعضياتهم. وهاد الكحل هذا اللي حمقني انا وغيكون اكيد تانتوما غيحمقكم، قالتلك 1200 ديال. ولكن راه زوينه دابا الكاميرا ما كتعطيش الحاجه حقها، عرفتي راه تبارك الله كيدير فن. حمقني ولا تحمقني. وانتوما سبحان الله جاي عاود نبرك معاها شويه، صدقت في التواب وصدقت في الخياطه وصدقت في العشبي. سبحان الله والله العظيم انا ربي كبير الحمد لله. وبغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف. شكرا بزاف على الفيديو ديال البارح. كاين اللي عجبو كاين اللي ما عجبوش، ولكن ماشي مشكل. اهم حاجه انني كندير شي حاجه اللي هي على طبيعتي، كنتصرف على طبيعتي، وهذه اهم حاجه. البنات راه مايمكنش انك غادي تبدلي، المهم تحاولي انك تبقاي تمثلي، لا نبقى في طبيعتي. واللي غادي يبغيني راه غادي يبغيني، ما غاديش يبغيني ما غاديش يبغيني. ودابا ان شاء الله غادي نبرك شويه عند صاحبتي ان شاء الله، باش ما كان غنشاط معكم اللي درتها لهم في هذا الفيديو. هذا شحال هذا؟ هذا وهذا 100 درهم. 100 درهم منين خديتي الثوب هذا؟ منين كنتي من كراج علا مشيت، راه قلت لك مشيت نهار السبت. وريني هذا غادي تخدمي مع هذا ياك؟ غندير هذا الفوق وهذاك التحت، هو غنديرو هاد الفوقاني غنديرو محلول. هذا ماشي جوهره؟ هذا بحال جو، ماشي جوهره، شاني بحال جوهره، شكل تاع جوهره زوين، شكل تاع جوهره. شوفوا البنات هاد الثوب هادو تبارك الله، صاحبتي من عاودت لكم كتخرجني ديال الشهد تبارك الله. هذا هو اللي قال لك سبع صنايع رزق ضايع هي ديال. غنشوف هذاك حتى هو زوين، هذا راه يجي حتى جلابه زوين، يجي جلابه واعر، يجي واعر جلاب. هذا راه عرفتي واحد المرة انت بقاي شاده هكاك صافي، واحد المرة مسكينة عرفتي
ملي هزيته وسكرت في بلاصه بقات واخا تسنى فيا تحطيه وحدي حطينا يا عرفت عرفت زويون صافي وانا شتو صافي حمقني لا لا واعره لا لا شي كيجي هذا ما فيه الضوء غادي ندير بلور بالكحل ونخيطو غير بالكحل باش من المهم البنطره صاحبتي خياطه راه كتخيط وكدير اي حاجه كدير المرمى ياك كدير اي حاجه الكروشي اي حاجه ودابا البنطره خدات تقدات لكم الثوب باش تصاوب لكم ان شاء الله جلالب غنوريكم جيت عندها تقدات الثوب لانها كتصاوب كجلالب البنات وداك الشيء اي حاجه بغيتوها كديرها ها جيت عندها بحال هكا وانا نقول لها جدي حيت داك انا قالت يلاه معايا وكان المهم كان عندي واحد الامر طارئ ما مشيتش معاها ومشات الراسه تقداتهم وجات هذا البنت زويون وخفيف ديال الصيف دابا تبردي فيه شوف البنات كيفاش داير زويون شكلو زوين ها جلابتك صوبت راسي شوف البنات جلابتها تبارك الله هادي فيها جوج ولا غير وحده ولا انت غير انا دو بياس دو بياس هي كاينه ما غيتها ماشي هي جوهر عاديه ودرت ليها كروشي هذا كروشي شوف البنت دير الكروشي بحال الراندا هانتوما تحلفوا عليه حتى راندا هانتوما شوفوا اليدين تبارك الله شوفوا خدمه راه متقونه لا لا متقونه دابا تشوفي تصحابيها تصحابيها راندا هو راه كروشي نشوف اليد الدخلانيه يد الدخلانيه سامبل درتها عاديه هذا الدخلاني درتو فيه هكذا دابا تقدري تلبسي كل وحده بوحدها ايه تلبسي القميص بوحدو في الدار ملي تبغي تخرجي تلبسي هذه جلابه انا درتها حيت هذا تيبين كيبين تيبين داكشي علاش درت ليها هذا درت ليها جوج هنايا جوج رشمات وفوقاني درت لي غير رشمه وحده تخدمي على جوج شعرات ولا ثلاثه شعرات ها ثلاثه شعرات دقيق ها ثلاثه شعرات ايوا تبارك الله زوينه عندها بزاف د الحوايج زوين كتخيطهم وكتخيط راسها باش كتعجبني كتخيط راسها قولي لي انا نخيط راسي علاش هوت تبارك الله عليك اختي والله شي زوينه البنات دابا يلا خرجنا عند اختي عزيزه غنوريكم واحد الحاجه تتفهموا شنو هي حتى ندخل الدار ان شاء الله بغيت تجيب اسراء ولكن باقي الحال يلا دابا 11 باقي انت كتخرج حتى للجوج البنات غادا والله الا بديت المرا مسكينه كتفوج عليا اقسم بالله شنو نقول لكم والله العظيم الا تلقى الخير في برا مسكينه والله العظيم تلقى الخير فيكم انتم متتبعات ليا ولي عرفتي مسكينه اللي فيها جبدي بقاتني متكيه قالت لي ما فينك اسراء قلت لها اسراء في المدرسه قالت لي انت اش كدير قلت لها راني متكيه جمعت الدميه وداك الشيء متكيه ما لقاش فيه قالت لك اجي تفوجوا نهضروا شويه ونضحكوا شويه وانا نمشي عندها عمرت نفس واحد البريد ديال اتاي وبقينا مجموعين عليه حتى دابا راني حضرت دابا غنرجع للدار نطيب الغدا وهانتوما معايا ان شاء الله السلام عليكم كيف دايرين لاباس عليكم كلشي بخير نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله تكونوا بصحه جيده يا ربي قبل ما نبدا معكم ان شاء الله الفيديو البنات دابا انا كتويدوني كطوي المقدمه بزاف البارح زغبني الله نطحيت المقدمه قال لي لا دنيا مصوابهش علاش ما درتيش المقدمه اقول فينها نهز جلابتي ما تعرفوني فين زدت انا هذا لا كنضحك معكم كلامكم وانتقاداتكم على الراس والعين كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم يعني لي لايك ديالكم ليا شكرا لكم بزاف بزاف وكنشكركم بزاف دابا بقيت فين راه دخلت البنات من عند اختي عزيزه مشيت عندها البنات فوجت شويه جمعت الدار ومشيت لعندها واحد الدين بغيت نبدل الروتين ديال البنات وصافي المهم بركنا شويه بحال هكذا شفت واحد التويبات صراحه حمقوني عندها واحد التويبات صراحه غزالين لان البنات صراحه كنت شفت كتاخذ البنات شي تواب اللي هما زوينين بزاف 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 وباتمن اللي هما مناسبين زعما 12 ميدري ولكن راه البنات توب كبير وكم شتو كيفاش داير وكنتو حدايا وتجيو تشوفوا التوب كيفاش داير ما نعاودش لكم زوين بزاف بزاف وإلا كنتي جديده في القناه ما تنساش انك تفعلي الجرس وديري واحد لايك الله يحمدي لايك عافاك واحد لايك يكون زوين بحالك اها مامتي بحالك اها خويا بحالك اها اختي بحالك اللي كتقولي لي الهضره فيا بزاف هذا ما عطى الله ما غاديش نبدل نفسي انا فيا هضره بزاف وكنعترف بها قال لك واحد القضيه قال لك واحد المثل غريب يدوز على الواد الهرهوري ما دوزش على السكوتي انا ما غاديش نكون كنهضر انا هكا دايره هضرتي بحال هكا المهم بعد عطاتني صاحبتي شويه زيت العود داك النهار مسكينه كانت عطاتني داك زيت العود الاول ودفقات ولي لا اسراء طات شدات ودفقاتو كامل ايوا راكم عارفين الفقصه المهم قلت انا الدال بلا ولات شي حاجه ما كتبهاش لك الله ما يمكنش غادي تقول غير هي بقى فيا الحال كتقول لي تعالي قالت لك حنا شحال عندنا من اسراء تعالي هاكي زيت العود قالت لي ضربيها نوريك قلت لها لا ما ضربتهاش علاش نضربها هانتوما البنات عطاتني مسكينه سميتو زيت العود هانتوما وهاد زيت العود البنات زوين ونعاود لكم كيفاش داير ديما مسكينه ما كت... شوف انا نقول لكم واحد القضيه ما كتنساها حتى شي حاجه
وواحد النهار البنات كنوقف عليها كنكون باغا نتسلف كنقول صافي يلاه عندنا بعض المرات وكنمشي نقصدها ما كترجعنيش حتى هي ما عندهاش مسكينه ولا كتقول لي هاك كتسلفني وكنرجع ليها لانها الصراحه شنو نقول لكم واحد الانسانه ما فضلتها قدامكم بالله راه بحالكم اللي على قلبها على لسانها وكتقول لي الا بغيت منك شي حاجه ما تسمحيش ليا جي عندي اعتبريني اختك اعتبريني اي حاجه مرحبا بك اي وقت ايوا صافي كبير شتي عندها البنات لان اسراء اليوم عندها حفله اليوم اسراء عندها حفله ومشات صافي بقات الدار خاويه عليا شي مرات البنات الصراحه والله الا بغيتات كينسونا بقيت بوحدي وليت عالي بركه عندي وما اللي عطاتني هاد الزيت العود هاد الزيتونه البنات راه كتعرفوا الشهر مصايب على الايد هانتوما ها هو وهاد الزيتونه البنات ديال الماكله هانتوما راه تعرفوا هذا هانتوما ديال الماكله وهذا البنات غنصايبو عليه ان شاء الله دابا نشارك معكم ان شاء الله في هذا الفيديو في الفيديو الجاي غادي نحطو في الثلاجه نمشي نجيب ليه شي قرعه ولا شي طيب صغير هاد ورات الماعن غادي ندير ان شاء الله البنات نفلحو شنو غادي نديرو في الماء وغنفلحو لانه راه فيه الملح وفيه كلشي خصو غير يتفلح ويدار فوق حتى بحال هكذا البنات في شي بيدوزه هكذا وان شاء الله البنات راه غنخرج معكم ان شاء الله غادي نقول لهم شتي داك الثوب ولا كشي وغادي معكم ان شاء الله جوله في سميتو في كراج علالة البنات والمهم راه داكشي فيها البنات زوين بزاف بزاف واحد مول المحل كتعرفوا كيبيع شي اتو باش غنقول لكم خيال خيال العلمي لو ما كنتش عليكم دابا ان شاء الله غنرجع هادشي وغنبدا ان شاء الله البنات نطيب شويه المهم البنات دابا ان شاء الله غادي نطيب نعام ياسي غادي نطيب البنات بواحد الكويميلات دايزها الكلام صراحه زوينه بزاف 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 غتعجبكم البنات صراحه غير بشويه ديال البصيله شويه الزيتونات زويتينات ان شاء الله البنات اسراء مشهيه ليا بزاف صراحه مشهيه ليا هاد اليامات السفه يا المشاهدين لالا اسراء مشهيه ليا شويه السفه مشهيه ليا شويه ديال الدجاج قالت لي بغيت بحال داكشي كيدار في العراسات بغيتو عرفتي مسكينه جات من المدرسه قالت لي واش طيبتيهم ليا قلت لها انا غنطيبهم لك دابا الصراحه البنات والله العظيم الا واخا ما يكونش عندك ولا عندك الدراري ولادنا ما ذنبهم حتى شي حاجه الا ما كناش قادرين عليهم ما خصناش نولدوهم داكشي علاش الواحد يتهلا فيهم المهم يتحارب عليهم باش المهم دابا حطيت درت سميتو درت الدجاج والبصله كيتشحر مع شويه ديال الزيت ومليحه هو الاول شويه العطريه علاش ان شاء الله موراها غادي دابا ان شاء الله نبدا نصاوب في الصفه قبل ما ان شاء الله بغيت نصاوب في الصفه كنت مره كنخمم في الكوزينه وداك الشيء هو يبان لي الطاجين هذا اللي كنت خديته في رمضان البنات راكم شفتوه كنت خديته في رمضان واحد النهار تزيت على طاجين يعني دوك الطواجن ديال الطين دائما كيتهرسوا ليا ودائما يلا كنجيبهم ليا راجلي كيعاودوا يتهرسوا صافي تقهرت وانا نقول فعقلي غناخذ هذا سميتو سمحوا لي انا هكا هضرت غناخذ هذا ديال اينوكس ولكن باش ملي خديتو الصراحه ما صدقش ليا علاش انا بالنسبه ليا هذا باش ما تاخذوا هذا قدر ديال الكرايد يكون زوين وهذا ما صدقش ليا هانتوما هذا ما صدقش ليا هذا ما صدقش لا علاقه علاش اختي شفت البنات عطيتي بشي 100 درهم حتي ما نعاودش لكم الدرج علاش ملي كطيبي فيه شي حاجه كيبقى تلقى واحد الماده اللي في شكل مذاقها خايب عرفتي داك النهار طيبنا الاول حنا قلنا في عقلنا غير حيت اول تطيبه وطيبنا موراه شي خمسه المرات فين ما طيبنا البنات ملي كنكون بحال هكا كناكل كيقول لي راجلي كنحس بمذاق ديال شي حاجه غريبه وفك ما طيبت فيه كنلوحو داك الشيء ربي تسمح لي طيبنا فيه اذا هنا البنات هذا الصراحه راه ما زوينش هو المنظر الا بغيتي تحطي فيه شي حاجه هكا بارده يقدر انا بعدا بالنسبه لي راه ما صدقش ليا هذا هانتوما اينوكس زعما وقال لك اينوكس وكشوفوا هانتوما شوفوا هذاك الشيء لوكس زعما وهذا ولكن راه والو او طيبه الاولى والثانيه والثالثه هانتوما شوفوا عرفتي دابا كنشوفو كنقول يا ميمتي يا ميمتي 100 درهم كانت حرقاني والله العظيم انا مفهمتش علاش شنو هو السبب هي تما عرفتي كنت شتا وحمقوني هانتوما شوفوا صافي هذا كنبدا دابا ان شاء الله غادي نصايب الصفه غادي نديرها شويه زويته نبسبسها بشويه زويته المهم البنات انا هكا نهضر معاكم في نفس الوقت المهم البارح درت واحد الشلاضه قلتوا لي دنيا راه الشلاضه ما خصكش ديري فيها الزيت لوسيور فعلا عندكم الحق كدير شويه زيت بلديه ولكن راجل ديال البنات كيبغيها بزيت لوسيور كيقول لك شويه زيت لوسيور ملي كندير ليه الزيت البلديه كيقول لك ما بقيتش بغيتها ايوا راه خصهم وحاجه اخرى البارح كتبت لكم في عنوان انا تعلموا رجلاتكم زعما تهلا في رجلاتكم غير بحال هكا بشي حاجه اللي هي بسيطه ما نويش فيها شي حاجه وحده كلاتني قالت دابا انت تعلمينا شنو نهتموا برجلاتنا الله يهديكم البنات انا ما كنقولش كلشي ولكن فهموا انا اي حاجه كنكتبها لكم كنكتبها لكم ضحك ونشاط باش دايما الفيديو يكون طاقه ايجابيه ماشي تتشوفوني فرحانه وتبغيو تنكدوني ملي كنكون منكده كتقول لي قهرتي بالتنكد وخلوني كيما انا غدا فرحانه وعايشه انا وبنتي وكنخدم على قناتي باللي قسم الله
فهمتوا؟ ماشي كندير شي حاجه اللي غتغضب، والله الحمد لله اي حاجه الا ما استفدتوش منها بعدا. المهم راه كاين الاف ديال القنوات ما كنستافدوش منهم، وكاين الاف ديال القنوات كنستافدوا منهم، منهم انا كنشوف شي قناه كنبغي نطيب شي حاجه كنلقى كتعلمني، والله العظيم البنات كنقول لكم اللي كاين، راه ماشي غير نبقى نجيو نهضروا، خاصنا نهضروا على شي حاجه اللي هي كاينه. واللي ولا ونخر الله يهدي كل واحد، يا ربي تهدي الناس وتدينا. هانتوما البنات ان شاء الله دابا غادي جبت البنات الصفه، ماشي انا جبتها الصراحه جات هربي ما عرفتش شحال هنايا. عرفتي البنات اسراء، اسراء دابا مده وهي كتقول لي عافاك ماما بغيت الصفه، الله يرحمها وهي بغيت الصفه. عرفتي قلت لها واش عندنا شي عرس؟ قالت لك اه عندنا العرس دابا بنتي كتخيل راسها عندها عرس. ايوا اليوم البنات طيبت انتوما الدجاج شويه ديال الماء، غندير به شويه الزيت وداك الشيء، وانا بغيت نعرض على راسي انا وبنتي، واخا ما كنبانش لكم ماشي مشكل، نعرض اليوم غنعتبر راسي انا وبنتي وراجلي حنا ضيفان عارضين على بعضياتنا. هانتو اليوم حنا عندنا عرس، عرس لان بنتي عندها حفله اليوم في المدرسه فرحانه. اودي شنو نقول لكم فيه الهضره بزاف ولكن راه مزيان. قالك لي قالك مزيان واحد يهضر، انا بعدا كنهضر هكا دايره، اللي كيشوفني فشي صوره اخرى ما عرفت انا بعدا نهضر كحماق نهضر، عرفتي الهضره كنموت عليها. المهم البنات غادي ندير شويه ديال الزيت هكا نبسبس بها الشعريه، علاش باش ما تلصقش ليا هادشي اش كندير البنات بحال هكا، باش كتبقى كل وحده مفروقه على اختها، كتبقى كل وحده مفروقه على اختها. راكم عارفين احنا معروفين بالصفه والدجاج المحمر دابا راه كنهضر معاكم وصوتي كيوصل للعلان، عرفتي فين كنغوت راه كل راجل دابا عارفيني اصلا عارفيني، كنت قالت لي وحده راه كنعرفك كتصوري عندك اليوتيوب، تا اختي لا عرفتيني غادي ليا اللايك وكومونتات، اللايك تنصح كتلايك. واحد النهار البنات قلت ليهم عايروني سبوني اهم حاجه نطلع، واخا كتكتبوا التعليقات ما كنعرفش نبقى نحقق، راه مره كنقرا مره ما كنقراش على حسب الكاع. صافي هذا ما كان البنات دابا ان شاء الله غادي نديرها البنات تفور، اول تفويره ثاني تفويره كل واحده البنات شحال تفويره كيدير لي، انا غنبقى نديرها في التفويره تتدير، حيت كاين اللي كيدير واحد التفويره في شكل كتجيب الماء سخون وكتكبو عليها وكتهزها بالكسكس تجيبها من طايب طايب نيت ماشي سخون طايب ديال بصح، ولكن البنات انا كنفضل الطريقه انا كتعجبني وصافي. انت وفي الطريقه باش نشوف الاخر تقدري تشربيها بالحليب والزبده، البنات غادي ندير الزبده ولكن حتى التفويره الاخر باش كنبقى فيها ديك النكهه ديال الزبده. راكم عارفين دابا الناس مع انا واعره، سمعوا سمعوا انا واعره كنعلم الناس اللي فوق كيفاش يطيبوا. ايوا باش عارفه انا راه هي اللي علمت شوميشه، لا تقولوا كنكذب ولا شي حاجه. دابا ان شاء الله البنات غادي ندير البنات، يا البنات ها سمحوا لي راه ولفت البنات، اش غندير ولفت ديك كلمه البنات، غادي ندير البنات هاد سميتو داك ما في دنيا راه كسكسو دخل فيه ميكا، انا راه كان عندي البنات قماط شريه من الفورماسيون خاص غير بالكسكسو، وضراتو ليا لاله اسراء ديالي الله يخليها ليا وضراتو ليا كنت فينا هو قالت لك ما عرفت حيت عرفاتو ديال الدراري الصغار كنت كتقمط به مونيكتها. ايوا راه حتى جيتك وجهك نشوف المشاش ما بقيتش لقيتو. صافي هذا ما كان اخواتاتي انتما البنات راه كنديرو بهذا حتى هو، انا حيت ما كنبغيش ندخل راكم عارفين داك السكسو دخل يبقى كيتنفس راه ما يطيبش حتى الصفي، الا بقات كتنفس هذيك البرمه راه ما غايطيبش حتى حاجه ما غطيب. احنا جبنا البنات هذا هذا احسن 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 واغلى. شفتو ها دابا ما غاديش تقولوا واش باقا غادي تشوفوا شي حاجه دايزه، ضربت راسي بالعين بعد ما تشحر ليا دجاج جديد هات لي شويه ديال البلول، ودابا ان شاء الله غادي نبسبس نعامسي ابسبس ها ماشي غادي نبسبسها راكم شفتو درت لها البنات شويه ديال الزويته وبسبسها بحال هكا باش ما تلصقش. صافي هذا ما كان البنات ان شاء الله وكملوا معايا هاد النهايه، هيا كملوا الكبيدات ديالي وحتى خوتي وخواتاتي كملوا معايا النهايه ديالي اللي غادي صراحه يدوز زوين وغادي يعجبكم. هنا البنات انا كنهز الماء سخون اللي في البرمه هو باش كنرش على كيما قلت لكم هو باش كنرص على الصفه. صافي باش بس زعما كتدير بحال كتعوميها يا البنات في داك الماء السخون طايب باش كطيب. والصراحه البنات في الاخر في اخر تطيب انا والله الا كندير لها واحد القضيه زوينه كندير لها البنات الحليب كنشربها بالحليب وبسميتو وبالكوك وبسميتو وبهذاك اش كيقولوا ليه وبالكوك وب بسميتو اما اولا نيسلي، ولكن البنات خرجت نشوف نيسلي كدايا معايا 160 قال لي لا اختي قال لك دايره 10 دراهم واصلا قال لي راه ما كاينش قال لك راه سالا ليا.
صافي الغزالات ديالي هنا كما كتشوفوا اختكم كانت حاطه شو ديال القرفه لقيتها ما كايناش. صافي البنات انا الصراحه داكشي ديال المشمش وداكشي ما موجداش لي باش نذوقها على حقها وطريقه. درت لها غير شويه ديال السكر كلاصي، درت لها شويه ديال الكوك في الجناب. صراحه هذه فكره ديالي ما قال لي حد. قلت اجي دوني ديري بحال هكا غير باش اسراء يعجبها الحال، تشوف شي حاجه مزوقه وزوينه. ايوا صافي هذا ما كان للمشاهدين، وهانتوما هذه الصفه ديال اختكم دنيا، قبلوا عليها وديروا لي بزاف ديال لي لايك. قالت لي اسراء قولوا لهم يديروا اللايك، راكم عارفين اسراء مع اللايك، ديروا لي اللايكات بزاف بزاف. واش غنقول لكم البنات، وهنا واحد شو ديال المريقه حتى هي راكم عارفين ضروري كترافقي الصفه مع المرقه. غادي نقول لكم البنات الصراحه راجلي معاه كنخرج مشي يقضي واحد الغرض، ملي دخل البنات لقى هذه المفاجاه ديال الصفه ودايره، حيت هو مشى جاب لي غير الصفه ومشى ما بقاش. انا ما عرفني غنطيبها اليوم ولا غدا، حيت انا قلت ليه مريضه في الاول. ايوا يا البنات تشوفوا المفاجاه، حماك حتى هو كيحمق على الصفه. يلا بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، ما تمشيو فينا اخوتي.